نبدأ مشاهدينا الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج يحدث اليوم. نود أن نذكر مشاهدينا الأعزاء بطرق التواصل معنا عبر صفحتنا الخاصة على الفيسبوك لاستقبال الصور والفيديو على عنوانها يحدث اليوم @facebook.com، بالإضافة إلى رقم الواتساب 0780450450، وهنالك رقم مباشر لاستقبال الشكاوى والملاحظات وهو 06-4773-111. ويسعد فريق البرنامج أن يتم التواصل معه من خلال هذه العناوين. مشاهدينا، فاصل قصير وأكون معكم في قراءة لأبرز وأهم عناوين ومتابعات حلقتنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بكم. مشاهدينا، أهلا بكم، وأقرأ على حضراتكم أهم متابعات وقضايا حلقتنا لهذا اليوم. وفي عنواننا الأول: تعرض عائلة أردنية لقصف من قبل قوات الاحتلال في غزة والخارجية تتابع. حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة. وإلى الضمان نتوجه وإياكم، حيث الضمان للعاملين تأكدوا من انطباق المهن الخطرة قبل الاستقالة. وإلى وزارة الزراعة، حيث تجار أعلاف ينتقدون تعليق الزراعة استيراد السيلاج. وإلى عجلون، حيث عدم وصول المياه إلى قرية عرجان منذ 20 يوم. وإلى إربد، حيث مطالبات بتنفيذ إضافات مهمة في مشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد. وأخيراً نتوجه وإياكم إلى قناة الغور الجنوبي، حيث أشجار ومخلفات تطمس معالمها وتعيق انسياب مياهها. إذن مشاهدينا، هذه أهم متابعات وقضايا حلقتنا لهذا اليوم. فاصل قصير إذن مباشرة، اسمحوا لنا أن نكون وإياكم في المتابعة الأولى والتي قرأنا عنوانها، وهي تعرض عائلة أردنية لقصف من قبل قوات الاحتلال في غزة والخارجية تتابع. واسمحوا لنا أن نرحب بالدكتور سفيان القضاء، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين. دكتور سفيان، صباح الخير، يعطيك العافية. صباح الخير لك سيدتي وللمشاهدين الكرام. أهلا ومرحبا بك. إذا تابعنا كأردنيين الأحداث الدائرة في قطاع غزة، ومن ضمنها تعرضت بالأمس أسرة أردنية لقصف، طبعا لما تتعرض له غزة بكاملها من قوات الاحتلال. أنتم تتابعون هذا الموضوع، ضعنا في التفاصيل لو تكرمت، تفضل. شكرا سيدتي. نعم، بحالة بساعة متأخرة من مساء أمس أبلغنا بأن هناك منزل تقطنه عائلة أردنية في غزة تعرض لقصف من القوات الإسرائيلية وقمنا على الفور بالتواصل مع رب الأسرة في غزة، والذي أكد بأنه بالفعل المنزل الذي يقطنه هناك تعرض لقصف غاشم من الجانب الإسرائيلي، والأمر الذي أدى إلى استشهاد أحد أبنائه وإصابة ابنه الآخر الذي حالته دخل في حالة غيبوبة، وتم إدخاله إلى المستشفى المعمداني في قطاع غزة، والأب أيضا هو أيضا أصيب ولكن إصابته مستقرة. نعم. طبعا وزارة الخارجية اتخذت الإجراءات وباشرنا بالتنسيق له إدخالهم إلى المستشفى الميداني. نعم. في شمال غزة، وتمهيد تقديم المساعدة الطبية لهم تمهيدا لإقلاعهم طبيا إلى المملكة بأسرع وقت ممكن. نعم نعم. إذن تحركت المملكة الأردنية مباشرة وتم التواصل ومعرفة، وسيتم إخلاء هذا الطفل المصاب إلى المستشفى الميداني الأردني، سيتم تحويله. نعم نعم نعم. تعرف هذه المنطقة، خاصة في المنطقة الشمالية، هي منطقة معارك، نحاول أن نوصله بسلام إلى المستشفى الأردني. نعم. في الشمالي، وإن شاء الله سيتلقى العلاج هناك، وبعدها سنباشر بعمليات
إخلائه طبيا إلى المملكة. نعم نحن فريقنا موجود، لا زال فريق السفارة الأردنية موجود على باب المعبر، معبر رفح، نعم يستقبل الأردنيين، حيث الأرقام التي يعني موجودة لدينا في قاعدة البيانات حتى صباح هذا اليوم 881 أردني منذ بداية الأزمة، تم إجلاء منهم 458 مواطنا أردنيا، والباقي 423 مواطن نقوم بالعمل على إجلائهم إن شاء الله بحسب الترتيبات التي المتعارف عليها مع سلطات المعابر، وإخراج الموافقات لهم وثم إعادتهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن. نعم، إذا تعمل الخارجية الأردنية الآن على محاولة إخلاء 423 أردني من قطاع غزة. نعم صحيح. نعم، أي إضافة دكتور سفيان؟ كنت أود أن أشير إلى التوجيهات الملكية السامية قبل ليوم الجمعة. نعم. قمنا بإخلاء سيدة أردنية وابنتها الفلسطينية أو غزاوية، ولكان قد استشهد زوج الأردنية وابنها في نعم. إطلاق رصاص من الجانب الإسرائيلي. نعم. وحتى هي الأردنية أصيبت، وأصيب أيضا أصيبت ابنتها، تم إدخالهم إلى المستشفى الميداني، أعطاهم العلاج اللازم، وثم تم إخلاؤهم كما قلت بتوجيهات ملكية سامية. وصلوا مساء يوم الجمعة على نعم. متن طائرة عسكرية، وكان معهم أيضا طفل فلسطيني استشهد جميع أفراد عائلته، نعم. وتقطعت أطرافه بالأربعة، نعم. ويعني توجيهات جلالة الملك كان بنقله فورا إلى نعم نعم دكتور المساعدة سفيان، يوم الجمعة. نعم شاكرين لك كل هذه التوضيحات، ويعطيكم ألف عافية. كل شكر للدكتور سفيان القضاء الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين. إذن مشاهدينا مستمرين معكم في برنامج يحدث اليوم، حيث نقلنا لكم قبل قليل وقائع مجلس الأمة، وقائع جلسة لمجلس الأعيان. فاصل قصير ثم نعاود ما تبقى من برنامج يحدث اليوم. كيف ومتى؟ مشاهدينا أهلا بكم، ونتوجه وإياكم إلى إربد، ومن إربد مطالبات بتنفيذ إضافات مهمة في مشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد. وللمزيد نرحب وإياكم في هذا الصباح بالزميل حازم الصياحين من صحيفة الدستور، وعلى الطرف الآخر الدكتور عماد أبو يقين مدير الشؤون الفنية للمستشفيات في وزارة الصحة. وبداية نرحب بالزميل حازم. حازم صباح الخير، يعطيك العافية. صباح الخير زميلي سلمى، والله يعطيك العافية يا رب. أهلا ومرحبا بك. إذن هنالك مطالبات بتنفيذ إضافات مهمة في مشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد، أخبرنا عن هذه الإضافات ويعني وما تعرضت له أو ما وجدته في تمحيصك عن هذا الموضوع، تفضل. بس زميلي سلمى إذا بتسمحي تعطيني دقيقتين أو ثلاث لحتى لأن الموضوع حساس بصراحة. تفضل. أول شيء خليني أعطي إشارات فيها مفارقات. مستشفى بسمة القديم اللي هو الحالي بإربد أنشئ بفترة الستينات، نعم،
واللي مضى على تشغيله أكثر من 60 عام، بضم 270 سرير وفي 9 غرف عمليات وجهاز رنين مغناطيسي واحد. نعم. بينما مستشفى بسمة الجديد الذي هو قيد الإنشاء حاليا بضم أكثر من 540 سرير. نعم. وفي 10 غرف عمليات. نعم. يعني زيادة غرفة واحدة عن القديم وجهاز رنين مغناطيسي واحد، نفس القديم جهاز واحد. هل يعقل أن يعامل المستشفى الجديد بنفس معايير المستشفى القديم إذا بدنا نحكي عن التحديث والتطوير؟ اليوم إحنا بالمئوية الثانية. نعم. علما أن عدد السكان زي ما بتعرف الضعف، والمستشفى مستشفى بسمة بربد هو مستشفى تحويلي بيستقبل. نعم. المرضى من كل محافظات الشمال. نعم. يعني اليوم المريض إذا بده يتصور رنين مغناطيسي وفي مواعيد وحالات بتراجعنا، بدها بالحد الأدنى 5 ل6 شهور لحتى يقدر يتصور على جهاز الرنين المغناطيسي كونه. نعم. في جهاز واحد. طبعا أنت بتعرف يا زميلي سلمى هاي فترة طويلة، 6 شهور و5 لبين ما أتصور، يعني مشكلة. نعم صحيح. وأيضا تخصيص 10 غرف عمليات مقارنة بأعداد المرضى والمراجعين وكونه مستشفى تحويلي، ورفعنا عدد الأسرة من 270 للمستشفى الجديد في أكثر من 540 سرير، يعني زدنا غرفة واحدة، أيضا ذلك مصيبة. نعم. الإشي الأهم زميلي سلمى أنه هاي الإضافات ما إجت من فراغ ومش رفاهية. نعم. وهي حديث الأطباء، لا بل الأهم من كل ذلك أنه إنها جاءت بناء على تكليف من وزارة الصحة نفسها. نعم. يعني وزارة الصحة كلفت فريق هندسي بتحديث المتطلبات الصحية بالمشروع. نعم. وأوصى بهذه الإضافات، يعني ما حدا إجا صار يحكي أنه لازم كذا وكذا. نعم. لا، وزارة الصحة نفسها كلفت فريق هندسي من التخطيط والتطوير، وأوصى هذا الفريق بزيادة عدد غرف العمليات وتعزيزها بغرفة رنين مغناطيسي إضافية، وأوصى كذلك بإلغاء منطقة معالجة النفايات الطبية داخل المستشفى، أن يعمل وحدة مستقلة حفاظا على السلامة البيئية. نعم. طبعا زميلي سلمى بدي أختم أنا، هذا المشروع اللي هو قيد الإنشاء مستشفى بسمة الجديد كلفته 90 مليون وجاء بتمويل ودعم من صندوق السعودي للتنمية. نعم. ولو تأخر إنجازه لنصف عام إضافي، يعني الوزارة قاعدة بتقول إنه إحنا صعب نعمل هاي الإضافات لأنه ممكن يتأخر المشروع. نعم. المشروع بده بالحد الأدنى بجوز 2 سنين تا يخلص. شو المشكلة لو زاد كمان نص عام إضافي، والمشروع أصلا هو تمويل سعودي. نعم. يعني لو زدنا عليه 1 مليون. نعم. شو المشكلة لمستشفى بده يخدم محافظة إربد والشمال كمان 100 عام؟ نعم. احنا بنحكي عن المستشفى القديم خدم منذ بداية تأسيس الدولة الأردنية. نعم. فلا أعتقد أن ذلك مشكلة. وانت دائما زميلي سلمى، بس نهاية الحديث، جلالة سيدنا بكل لقاءاته وجولاته بنادي دائما بنادي بالتطوير والتحديث. أتمنى أن فعلا أن تلقى هذه التوصيات التي هي جاءت بناء على تكليف فريق من نفس وزارة الصحة، وتم تجاهلها وإغفالها واستثناءها وإلغائها حتى. نعم. نعم. يعني نعم زميلي سلمى. نعم أنا أتفق، يعني إن جاز لي إعطاء رأي فأنا أتفق معك بكل ما تقول. يعني هذا مشروع ينتظره مثلا خلينا نقول كل مدينة إربد وما يحيط بها من من قرى، يعني ما ذكرت أنت بأنه مستشفى تحويلي، يعني يأتيه الكثير من المراجعين من حول إربد، فبالتالي هذا الانتظار كان يتوجب أن يكون هنالك إضافات يعني أكثر جدوى وترضي وتخفف معاناة من يذهبون إلى مستشفى الأميرة بسمة. أنا شاكرة لك، واسمح لي أن أنتقل مباشرة لنتحاور مع الدكتور عماد أبو يقين مدير الشؤون الفنية للمستشفيات في وزارة الصحة. دكتور عماد صباح الخير، يعطيك العافية. صباح الخير، أسعد الله صباحك وصباح الأخوة المستمعين، وشكرا للملاحظات اللي وردت من أخونا اللي عمل التقرير الصحفي. نعم، إذن هذه ملاحظات يعني منطقية، كل من يستمع إلى هذا التحديث للمستشفى والكلف أيضا التي رصدت له، بالتالي يتوقع أن يكون هنالك الكثير من غرف العمليات والكثير من غرف الرنين المغناطيسي حتى تخدم المرضى. يعني كثير من المرضى ينتظرون 6 و5 أشهر و4 أشهر من أجل صورة رنين مغناطيسي. إذا بتسمحي لي سيدتي. نعم تفضل. خلينا بس ننظر نظرة شمولية واعية متكاملة للشأن الصحي.
طبعا الرعاية الصحية تقسم إلى أجزاء، والجزء اللي إحنا الآن نتحدث عنه اللي هو إنشاء المستشفيات هو جزء الرعاية الصحية الثانوية والثالثية. طبعا إذا ما نظرت الدولة لتطوير جزء الرعاية الصحية الثانوية والثالثية بشكل منعزل عن تعزيز الرعاية الصحية الأولية والوقائية سيكون هناك خلل بالمنظومة. يعني خليني أشرحها بلغة بسيطة للمواطن. أنا إذا المريض عنده مرض سكري، ليش أنا ما أعالج السكري وأعالجه بمنهج علمي سليم بحيث أمنع وصوله للمستشفى ودخوله بالمستشفى؟ نعم. كذلك الأمر بالنسبة لمرض مريض الضغط واحتشاء عضلة القلب أو الجلطة القلبية أو المضاعفات التالية. يعني أنا بهمني أعزز الوقاية والرعاية الصحية الأولية اللي أقلل وصول المريض إلى المستشفى ودخوله ومكوثه للمستشفى. نعم، وهنا تقصد زيادة، عفوا، وهنا تقصد زيادة العيادات الاختصاص وأيضا دكاترة الاختصاص في المستشفى. احنا هنا نذكر تعزيز الرعاية الصحية الوقائية وتعزيز الرعاية الصحية الأولية. طبعا منظومة تعزيز الرعاية الصحية الأولية والوقائية هي بنموذج طب الأسرة، بحيث أنه المريض من أول ما يكتشف عنده مرض الضغط أو السكري يكون في له طبيب يراجعه بشكل دوري، بحيث أنه يضمن أنه هذا المريض ما يصير في عنده مضاعفات أو تطورات للمرض اللي هو السكري أو الضغط، بحيث يصير عنده ضعف في عضلة القلب أو ضعف في الكلى، وبالتالي يصير يراجع المستشفى ويحتاج لفحوص متقدمة ودخول للمستشفى. نعم. فخلينا نحكي عن كفتين الرعاية الصحية. طبعا أنا زميلنا ذكر موضوع اللجنة التي شكلت لغاية النظر في مستشفى الأميرة بسمة الجديد والتطويرات. أنا يعني الحمد لله كان إلي شرف أني أكون جزء من هذه اللجنة وجزء من أخرج هذه التوصية. نعم. وخلينا نتحدث بصميم الرعاية الطبية. طبعا هذا المستشفى كان مخططه قديم، تم التعديل على مخططه. نعم. كان في هناك منظومة طبية متكاملة ولكن لا تتواءم مع التطور اللي حدث في السنوات الأخيرة. نعم. كان مسطح البناء 64,000، تم رفع مسطح البناء إلى 88,500. نعم. كان هناك غرف ثنائية وغرف ثلاثية وغرف رباعية، يعني 4 مرضى يكونوا بغرفة واحدة. نعم. تم تقليص عدد الغرف المدمجة وزيادة عدد الغرف الفردية، وذلك للمحافظة على خصوصية هذا المريض. نعم. تم زيادة عدد الأسرة. نعم. بس خليني أكمل لو سمحت. بس عفوا حتى إحنا لا نبتعد عن الموضوع. أنا أتفق أنا معك. رح يعني رح أجيك على كامل نحن نتحدث هنا إذا كانت غرف رباعية وانتقلنا إلى غرف فردية، يعني إلى نوع من الرفاهية، لكن نحن نتحدث عن متطلبات يحتاجها المريض المراجع. رح أصلك لكامل النقاط إن شاء الله. نعم. كان إجمالي عدد الأسرة 338 سرير، تم رفع الطاقة الاستيعابية إلى 506 أسرة. نعم. النقاط اللي تحدث فيها زميلي اللي هي نقطة الأشعة، وخليني بس أكون دايركت على موضوع مشان ما تفكري أنه أنا بتهرب من الجواب. لا أنا راح أكون واضح. تم التوصية بإضافة غرفة لجهاز رنين إضافي، وذلك في حال التمكن أو التوفر، ولكن عدد أجهزة الرنين الموجودة في إقليم الشمال في مستشفى الأميرة بسمة حاليا في عنا جهاز رنين، في مستشفى الرمثة الحكومي في عنا جهاز رنين، في مستشفى معاذ بن جبل في عنا جهاز رنين، وسيكون إن شاء الله مستقبلا في مستشفى الأمير بسمة الجديد جهاز رنين. نعم. يعني أنا في إقليم الشمال عندي 4 أجهزة. نعم. المعدل العالمي هو جهاز واحد لكل 1,000,000 نسمة. يعني أنا في عندي 4 أجهزة، وأنا هنا استثنيت القطاع الخاص واستثنيت مستشفى الملك المؤسس واستثنيت القطاع العسكري. نعم. دكتور عماد، لو وجود تكرمت الأجهزة. دكتور عماد لو تكرمت اسمح لي أنه أسأل السؤال بطريقة أخرى. يعني طبعا. إذا تحدثنا عن 4 أجهزة رنين مغناطيسي، ستكون حاليا 3 أول، سيأتيها رابعا جهاز جديد إضافي. جهاز جديد، لكن الواقع الحال يقول بأن كثير من المرضى ينتظرون 3 أشهر 4 أشهر. شكراً. وقد تطول شكراً إلى 6 أشهر. السؤال. هل هذا منطقي في عالم الطب؟ مهم جداً. تفضل. طبعا منطقي، سؤال مهم جدا. احنا في عنا استخدام جهاز الرنين له كلاسيفيكيشن، الحالة الطارئة والملحة يتم تصويرها في 48 ساعة، يتم إدخال المريض ويتم تصويره في 48 ساعة. إذا كانت الحالة طارئة وخطيرة يتم تصويره
مباشرة بعد دخول المريض، ولكن هناك إساءة استخدام للتصوير جهاز الرنين. ولكي نعالج هذه المشكلة تم حاليا دراسة بروتوكولات من هي الحالات التي تصور لإرسالها إلى جهاز الرنين المغناطيسي، لأن هناك حالات يمكن معالجتها. ما المقصود بإساءة استخدام؟ ما المقصود بإساءة استخدام لجهاز الرنين المغناطيسي؟ ليس كل الحالات تستدعي تصوير جهاز رنين مغناطيسي. نعم، قد يطلب الدكتور مثلا صورة رنين مغناطيسي لحالة لا تستدعي ذلك. يمكن طلب الاستفاضة التشخيص، يمكن طلب صورة رنين مغناطيسي من قبل الطبيب، ويمكن حل هذه المشكلة عن طريق جهاز الطبق المحوري. طبعا هذا التخصص هي عبارة عن خدمة يتم طلب هذا التصوير من قبل أطباء متعددين. يعني أنت ممكن طبيب العظام يطلب هاي الصورة، ممكن طبيب الطوارئ، طبيب الجراحة، طبيب، وأعلم من يحكم هذا التخصص هو طبيب الأشعة. وإحنا بناء عليه شكلنا لجنة مشتركة لدراسة ما هي الحالات التي تستوجب إرسالها وتشخيصها عن طريق جهاز الرنين المغناطيسي. نعم. طبعا عدد الأجهزة، خلينا نتفق، عدد الأجهزة في إقليم الشمال سيكون حاليا 3 أجهزة، ومستقبلا سيكون 4 أجهزة. نعم. وسيتم النظر في إضافة هذا الجهاز، ولكن ليس على حساب تأخير المشروع. نعم. لأن إنشاء غرفة سيستدعي أوامر تغييرية، وهذه الأوامر التغييرية ستؤدي إلى كلف مالية وإطالة مدى المشروع. طبعا إحنا كلنا مستعجلين لإنجاز المشروع في أسرع فرصة، وذلك لتخفيف العبء عن مستشفى الأميرة بسمة الحالي. نعم. طبعا هذا لا يعني أنه إحنا مستقبلا ما راح نضيف، لا، إذا كان في حاجة ملحة سيتم إضافته، ولكن ليس في فترة إنشاء المستشفى وليس على حساب تأخير المشروع. نعم. وبالنسبة لغرف العمليات، بالنسبة لغرف العمليات يوجد في مستشفى الأميرة بسمة الحالي 10 غرف عمليات، وفي مستشفى الأميرة بسمة المستقبلي سيكون إن شاء الله هناك 10 عمليات. فيما إذا قارنا أنه وجود هذا المستشفى، مستشفى الأميرة بسمة، ووجود غرف عمليات فيه بالإضافة للمستشفى المستقبلي، سيكون إن شاء الله هذا العدد كافي، وخصوصا أن هذا المستشفى سيكون مستشفى تحويلي، أي أن الحالات التي يتم تحويلها إلى هذا المستشفى ستكون المستشفيات الطرفية غير قادرة على التعامل معها. نعم. إحنا ما قمنا به حاليا هو تعزيز المستشفيات الطرفية وخدماتها وزيادة نسبة العمليات فيها. بعض المستشفيات كانت تشتغل 10%، اليوم وصلت 40% و50%. نعم. فهذا من شأنه أن يقلل إرسال هذه الحالات إلى المستشفيات المركزية. خليني أحكي في آخر نقطة، اللي هي نقطة معالجة غرفة معالجة النفايات. من التوصيات اللي كانت موجودة أنه لتوحيد وتكاملية الخدمات هناك مجمع طبي يضم مستشفى الأميرة بسمة، مستشفى الجديد، مستشفى الأميرة رحمة، ومستشفى بديعة. نعم. وكذلك الطب الشرعي. فارتأينا أنه ممكن نعمل وحدة لمعالجة النفايات الطبية في كامل هذا المجمع الطبي، وحدة مشتركة متكاملة تقوم بمعالجة النفايات بطريقة صديقة للبيئة. نعم. فلذلك ارتأينا أنه ممكن نخرج هذه الوحدة لخارج المستشفى ونستحدث هناك مجمع لإتلاف النفايات بطريقة آمنة وسليمة. نعم. طبعا نعم. يعني خلي مواطن يكون مطمئن، إن شاء الله هذا المشروع في أيدي أمينة، ولكن إحنا في عنا كفتي ميزان ما يمكن إن إنجازه بوقت قياسي وسريع. طبعا إحنا الأوامر التغييرية اللي عملناها على المستشفى كانت كبيرة جدا، زدنا عدد مواقف السيارات مشان مواطننا ما يشكي من هذا، زدنا عدد الغرف الفردية مشان إذا احتجنا خصصنا قسم عزل تنفسي، وخصوصا بعد حادثة كورونا. زدنا عدد العيادات التخصصية. فيعني إحنا ارتئينا أنه إحنا نأخذ الأشياء التي لها أولوية قصوى. نعم. والتي لا تؤثر على سير العمل، وحطيناها نصف عينينا، وإن شاء الله إذا كان في أي متطلبات إضافية ممكن إن شاء الله ننجزها في المراحل المستقبلية بعد ما نستلم المشروع إن شاء الله. والمشروع متبقي له 2 سنين تقريبا؟ المشروع طبعا مش متبقي له 2 سنين، هناك طبعا توجه من وزارة الأشغال وزملائنا بالأشغال يقوموا بزيارات دورية. يعني هناك متوقع أنه يكون
يعني التوقعات إن شاء الله أن نكون في نهاية العام القادم والله أعلم. إن شاء الله إن شاء الله وسنكون معكم. إذن أخذنا الرأيين، رأي زميلي حازم طبعا بنواقص وما يحتاجه المرضى، وأيضا أخذنا الرأي من الدكتور عماد أبو يقين وهو مدير الشؤون الفنية للمستشفيات في وزارة الصحة، وكان أيضا من ضمن الفريق الهندسي الذي أوصى بوجود عدد من غرف العمليات وأيضا فقط جهاز رنين مغناطيسي واحد. سنكون معكم لتسجيل هذا الإنجاز في الأيام القادمة من مشروع مستشفى الأميرة بسمة التخصصي والموجود طبعا في مدينة إربد. شكرا لضيفي زميلي حازم الصياحين والدكتور عماد أبو يقين، وأنتم مشاهدين بهذه المتابعة نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. في أمان الله نترككم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.